حياتي معكم مش ماشي الحال. معكم مش ماشي. خير اللهم اجعله. طب ليك اسمعي شو. خير اللهم اجعله خير يعني. لا. في ايه؟ رافائيل. بس بدي احكي بس لحظة. مش فاهماك استنى. انت فيك تايجر وتحر. يعني انت قعدتك كترت مع هايدي. طب بدي احكي لك كلمة من الفاضي. بدي احكي لك كلمة. في شغل يا حبيبتي. مفيش بينا حاجة. انت شايف كده يعني؟ اوكي. اوعي اوعي. عم بفكر انه في جبال ضايعه. حنان ضايعه. يعني انا بدي ركز على مواضيع العالم الصابد والحرب، ولا بدي ركز على مواضيع الفنان اللي لازم يكون فنان لو كان ناصح او بشع او مقطوشة ايده او رايحه عين؟ بدي ركز في الثانيه افضل بالنسبه لي. اياها الناس اللي قاعد ده على الليفل القوي ده. حبيت فكر في الناس اللي عندها مثلا صوت بس شكلها وحش مليانه بس عندها بس لحظه بس فوت بهذا الكاركتر بدل بكاركتر انه مروان. يعني في يكون انا شخص متعرض لل بس ما بحكي عن الحرب. بس فوت بطريقه هيدا مع غنيه انه انا متصوب بس بحكي بالاجمال نفس الفكره بس يعني ممكن ما نجيبش سيره الحرب بقى عادي. بس اصحى هيك يعني بصير بعمل بشعري مش ده لو انت مش عايز تشتتهم يعني انه عادي حوادث اي يعني كل يوم بس حوادث على الطرق كل يوم ناس فاهم يعني خالد ليش كلام زائد فيك مثلا تحكي انه انا بغني وصوتي حلو وانا كنت مطرب بس بعد ما فينا فيها نترك خبريه هيدا انا كثير حادي كثير بحس حالي شد انه تخيل سيد زلمه من هونيك عالم قاعدين بالإفار مش على بالهم غير فايد فايد بغنية واقف قدامه بلش غني أنا جاي غني يلا حسمعكم أنا بغني كذا لون حغني لكم هيدا أول غنية وهيدا غنية وبغني بآخر جنة هي فرحة بحبك أنت ومجنوني جني ولا لحظة روقي تيغلي الدم البعروقي أنا بدي أنا هيك شفتي كيف هون بكسور بفوت بالموضوع اللي بده بس بركز على موضوع مش الحرب مش انه انا بقول انه انا متصوب بس بركز على موضوع انا جاي هون يعني حقول هالجمله انا جاي هون كرمال موضوع مين انتوا لتقعدونا بالبيت تما نغني مين انتوا كثار منا عنده حلم انه يغني وكذا 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 مين قال انه الناصح ممنوع يغني مين قال انه لهيدا البشع ممنوع يغني هون هاي الفكره لازم مش بس يغني كله بقى تمثيل وغنى وكده يعني فاهم كل حاجه بس انه تاني وحده انا شايفاها افضل بس بهذا الكاركتر انه ايدي وعيني ما اعرفش يعني حاساها يعني هنعمل لك ايه يعني قضاء وقدر انه انت يعني ايه الحل اللي ممكن نقدمه لك بالنسبه للحرب خاص الحرب حصل بس انا الكاركتر بحسه عم حيساعدني لانه فيه اشياء شكل ومش ناقصني شيء و هتشد اكثر بهيداك الموضوع بس والغنيتين حلوين لو نويت والاغنيه الجميله حلوين قوي حلوين وحفوت هيك من بعد غنيه هذا شو حسيته مش راكب انا ما بعرف اول مره بحس هيك انه مقلقز طب ممكن يعني تبقى تعمله لي مره واحده على بعضهم على بعضه اوكي بكره بس لا نعمله النهارده اعمل ايفالك واعمل ايفالي يعني على الاقل ننام مرتاحين طيب لازم نخرج الكلام مننا نعمل بعد السوشيال ميديا ولا عايز تعمله دلوقتي بعد السوشيال ميديا اوكي الك جديده بعد السوشيال ميديا اكيد انا كمان عايز اعمل ايفالي مره معاك اوكي